بسم الله الرحمن الرحيم. إن مصر بتعج بالأحداث الكتيرة الحقيقة، مصر مليانة أحداث. الأسبوع ده يمكن كمان الأسبوع اللي فات كانت الأحداث كثيرة تتوالى، حكم البراءة للرئيس المخلوع حسني مبارك وشلته رجال دولته، كمان حكم بإحالة 188 متهم إلى فضيلة المفتي توطئة لإعدامهم من محكمة جنايات الجيزة. التسريبات اللي ما نمتناش الليل، تسريبات رجال الدولة المصرية وهم يتآمرون على الرئيس محمد مرسي، يتآمرون على القانون. الحقيقة حكاية لا تتعلق بمحمد مرسي، الحكاية تتعلق بالقانون، كيف يهان القانون في مصر. أنا لاحظت حاجة، ملاحظتي انه حزب الكنبة رجع تاني، لازم الكنبة. كنت تفتكروا دايما بقول انه في ايام مبارك كان ليا تعليق تاني، كنت دايما بكرره الحقيقة، كان يحمل قناعتي ان سكوت الشعب المصري لفترة طويلة ما كانش بيعني انه بيأيد نظام مبارك. لا طبعا، رجال الدولة إعلاميها كانوا بيقولوا إن ده تأييد لمبارك، وبالتالي كانوا بيتصرفوا في البلد وبيزوروا وبيعملوا كل حاجة، صورا إلى التزوير الفاضح اللي كان في برلمان 2010. أنا كنت بقول إنه الشعب مش لاقي طليعة يطلع وراها، النخبة الفاسدة، النخبة فاسدة، النخبة كانت بتقسم مع السلطة. إلا من عصم ربي، أكيد في رجال محترمين واشتغلوا، كانوا بيشتغلوا معروفين، لكن في الشكل العام كانت النخبة المصرية فاسدة. لذلك الشعب كان بيحجم عن الطرق. طبعا دايما نظام، كل نظام بالفزاعة بتاعته، الإخوان والتيار الإسلامي، فكان حكاية التيار الإسلامي هو اللي بيدخل في الصدام والصراع دايما مع الأنظمة بمعزل عن باقي القوى. كنت بقول إنه الشعب مش لاقي الطليعة اللي يطلع وراها، لغاية ما حصل الكونتاكت في 25 يناير 2011، لما لقى ولاده الشباب طلع وراه. النهاردة حزب الكنبة رجع لازم الكنبة تاني بيتفرج. انا برضو بعتقد ده مش رضا باللي بيحصل، محدش يرضى باللي بيحصل النهارده، لكن هو شايف الثوار بيتخانقوا، الثوار اللي هو طلع وراهم في 25 يناير وما بعدها، لقاهم اتفرقوا. بعضهم يقول الاخوان باعونا في محمد محمود، والاخوان بيقولوا باعونا في رابعة والنهضة. علشان كده الفعاليات، حكم زي براءة حسني مبارك ما كانش يمر بالسهولة دي لولا أن الثوار انقسموا، والشعب حزب الكنبة بقى يتفرج على الثوار وهو بيتخانقوا، لا الإخوان ما ينزلوش معانا الفعالية دي، والإخوان يعملوا فعاليات تانية وهكذا. يعني اللخبطة اللي في الشارع الثوري أكيد لها انعكاسها وليها تأثيراتها على حزب الكنبة، على الشعب، على عمومية الشعب اللي مؤكد مثال، كان مثال لمدانه للسحرة للإعلاميين الكذابين اللي بانوا على حقيقتهم النهاردة، والناس شايفاهم بيكذبوا وبيزوروا وبيسمعوهم. دي مشكلة تانية، لا ينبغي لأحد أن يرهن انتباهه ولا سمعه لهؤلاء الكذابين. يعني الشعب
لازم هو يشتغل، لازم يحرك دماغه، لازم هو ما يسلمش ودانه لحد. انا ما بقولوش اسمعني وصدقني وما تصدقش ده، لا انا عايزه هو يشتغل ويشوف المعطيات ويشوف النتائج. كل اللي اتوعدوا بيه ما اتحققش، مفيش اقتصاد، مفيش تحسن في المسار الاقتصادي، مفيش تحسن في المعيشة، مفيش تحسن في المسار السياسي، مفيش حرية رأي، مفيش ناس بتطلع تتكلم، مفيش حد يقدر يعارض النهاردة. أنا عاوز الشعب المصري يحرك دماغه هو، محدش يحركها له، هو اللي يفهم، والشعب المصري قادر على إنه يفهم. أنا دايماً كنت بقول وبقول لحضراتكم في كل الحلقات اللي فاتت، احنا في زمن اللا قانون. وانا مصر على ده، احنا في زمن اللا قانون. زي ما بيقولوا، انا استعرضت لحضراتكم 3 احداث في الاسبوع كلها تتعلق بهيئات قضائية او شخصيات قضائية مرموقة. وانا يعني انتهاء بالتسريبات الصادمة اللي زي ما قلنا كشفت ان احنا مش في دولة بالمعنى السياسي المعروف المتدارك. وانا زي يعني طبعا انا بنفخ في الزبادي، زي المثل البلدي اللي بيقول اللي اتلسع من الشوربة بينفخ الزبادي. انا لما علقت على حكم الادانة، ده كان حكم ادانة، ادانة مبارك والعدلي بالمؤبد، اتحولت مع مجموعة الى المحاكمة بتهمة إهانة القضاء. والحقيقة يعني رغم إن تعليقاتي كانت من خلال القانون، مش عاوز أكررها الحقيقة، مش محتاج أكررها. أعمل إيه دلوقتي؟ يعني لو اتكلمت هغلط وهم مستنيين لدي. عموما أنا مش هناولها لهم، مش هناولها لهم أكيد، لكن أنا ممكن أقف مع حضراتكم في محطات مرتبطة بالموضوع. يعني مش هنعلق على حكم مثلا مبارك او قرارات محاكم، لكن وخلونا ننتظر الطعن اللي كلمتنا عنه النيابة العامة، طعن بالنقد. التسريبات الحقيقة ألماني جدا، شيء مهين جدا لدولة القانون، تنسف كل شيء، كل ما تم. انا اعتقد تقديري انه اتنسف بهذه التسريبات، مش هيأثر. البيان اللي النيابة العامة مطلعاه وتتهدد بالوعيد اللي هيتعامل مع هذه التسريبات، وبتقول انها مفتعلة، وان الاخوان فزعت الاخوان دي بقت خلاص بقى موضة قديمة، خلاص بقى لبانة، محدش هيفضل يسمعها ولا هيصدقها. النيابة لا علاقة لها بهذا الموضوع لأنها هي متهمة، النائب العام متهم في هذه التسريبة حسب ما سمعنا. الكرة في ملعب المحكمة، المحكمة هي التي تقرر وهي التي عليها. أنا بتكلم كقانون بقى، بيان النائب العام ما يأثرش في حد ولا ينبغي أن نقف عنده، لكن المحكمة التي تحاكم مرسي، المحاكم اللي بتحاكم مرسي هي اللي مرتبطة بالمسألة القانونية الهامة دي، لأنها مسألة تتعلق بالقانون وسيادة القانون. المحكمة هيطرح عليها هذا الموضوع وهي التي عليها أن تتصدى، المحكمة هي التي عليها أن تتصدى وهي التي تأمر بالتحقيق في هذه الواقعة مجددا. كل ده النيابة ملهاش دعوة بيه، المحكمة تندب أحد أعضائها، لا يوثق في النيابة أنها تحقق. ده الأسماء المطروحة هي التي أحالت مرسي وهي التي تآمرت على مرسي وفق المطروح حسب ما إذا ثبت صحة هذه التسريبات. طيب، الشخصيات اللي سمعناها لم يتصرفوا كرجال دولة، لا، كل هدفهم الخلاص من مرسي، يبقى مرسي هو اللي كان مستهدف، كان مخطوف فعلا، كان مطلوب التخلص من مرسي. ما كانش فيه اتهام محدد لمرسي، المهم يتخلص منه ثم بعد كده يبان ايه اللي هيعمله. يعني ما لم يكن ذلك لكونه ارتكب جرائم. الحاجة التانية اللي عايز اقولها، مشاركة النائب العام فيما لو صحت التسريبات بيفقد الثقة فيه وفي القضايا. الكرة الآن زي ما أنا قلت عشان ما أكررش نفسي، في ملعب
المحكمة هي اللي هتشوف، هي اللي بتنظر القضاء، هي اللي تقرر في هذا الشيء. ده فيما يتعلق بالتدريبات. طبعا ايضا الاخوان كانوا مستهدفين، وكان واضح من مجرى التسريبات دي وغيرها انه كان مطلوب اقصاء الاخوان عن المشهد. هم دخلوا غلط في البداية، وبعد ما كانوا بيقولوا مش هندخل الرئاسة دخلوا، وهم طول السنة كانوا شايفين المؤامرات بتحاك حواليهم. الحقيقة لم يتصرفوا التصرف الحكيم الذي يتفادى ما كان يرتب لهم. الحديث حديث الساعة الذي لم تؤثر عليه كل الأحداث اللي أنا استعرضتها مع حضراتكم دلوقتي، هو الحكم اللي صدر، اللي أصدره المستشار محمود الرشيدي ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك ورجال دولته من كل تهم القتل والفساد. يعني أنا عايز، مش عارف كتير هنا، لكن اللي عايز أقوله إنه اللي بيسبق المحكمة الشعب المصري قال كلمته، قال كلمته خلاص. الشعب المصري قالها من 25 يناير لغاية 11 فبراير، قال كلمته في حسني مبارك الشخص الرئيس، وقال كلمته في حسني مبارك الدولة، في فيه وفي نظامه وفي دولته، ولن يستطيع أي حكم صادر إنه يغير هذه الحقيقة إن حسني مبارك انتهى، وإنه مدان، مدان شعبيا، مدان في ذمة التاريخ. عايز أقف كمان وقفة مع عبارة رددها المستشار محمود الرشيدي في الحكم بتاعه، كشفت عن حقيقة غيبت عن الرأي العام فترة طويلة جدا، هي إنه النائب العام السابق أو الأسبق المستشار عبد المجيد محمود كان قد أصدر قرارا على وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك، والكلام ده كان في مارس 2011. طول الفترة اللي فاتت ومع المحاكمة الأولى ومع الحكم اللي صدر من المحاكمة الأولى ومع استئناف المحاكمة ما سمعناش الكلام ده، الكلام ده كان مدفون في أضابير الأوراق. لكن المسألة القانونية المرتبطة بالجزئية دي، أنا كرجل قانون أكيد هتكون تحت نظر النيابة العامة وهي بتبحث الطعن بالنقض. هو حق النيابة العامة في إنها تستكمل التحقيقات وتصدر قرار جديد بحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية لو توفرت أدلة جديدة. عندنا قانون الإجراءات الجنائية في المادة 11 وفي المادة 214 بيعطي النيابة العامة هذا الحق. الكلام هنا ال 90 يوم اللي تحصن بيهم القرار بأن لا وجه، هل هنا التحقيقات اللي كانت شغالة هل قطعت التقادم، ولا هذه التحقيقات التي كانت تجري في ذات الموضوع في ذات القضية والقضايا المرتبطة بها تقطع هذا التقادم؟ أعتقد إنه المستشار عبد المجيد محمود لما كان أصدر هذا القرار وبدت طبعا الضغط الشعبي كان هو القول الفصل، لكن هنقول احنا كقانونيين انه التحقيقات كانت مستمره وانه في ادله ظهرت صوغت له اقامه الدعوه الجنائيه. من الامور اللي لازم نقف عندها في حوالين الحكم بتاع البراءه بتاع الرشيدي بتاع عودوا الى مقاعدكم وارى قبري ولحدي والكلام اللي قاله ده، ديناميكية عمل الأجهزة السيادية، طريقة شغلها في الوقت اللي كانت بتتلف الأدلة التي تدين الرئيس المخلوع حسني مبارك وتعدمها. احنا عندنا المتحف المصري كان مسجل كل ما يحصل في ميدان التحرير وعمليات القتل والقنص، القناص اللي فوق البيوت. المتحف المصري يسلم هذه التصويرات، هذه الأشرطة إلى المخابرات الحربية. المخابرات الحربية كان بيرأسها مين في ذلك الوقت؟ وإلى المخابرات العامة. المخابرات الحربية والمخابرات العامة حجبت هذه الأشرطة
عن أجهزة التحقيق، وأجهزة التحقيق لم تستطع أن تلزم الأجهزة السيادية دي إنها تقدم هذه الأشرطة، لكن كان واضحا أن هناك أشرطة صورت ما كان يجري في ميدان التحرير، وإن المسؤولين عن المتحف المصري سلموا هذه الأشرطة للمخابرات الحربية والمخابرات العامة، وإن المخابرات حجبت هذه الأشرطة عن النيابة العامة وعن المحكمة. كمان لو فاكرين السي دي اللي كان بيتضمن أوامر ضرب النار في وزارة الداخلية، والراجل العميد اللي أتلف هذا السي دي حكموا عليه ولداه بالحبس 6 شهور مع إيقاف التنفيذ. كان في اللي هو مصطفى على ما أعتقد، مش فاكر اسمه الحقيقة، اللي هو اللي شهد في المحكمة انه السي دي ده كان موجود، وان اوامر ضرب النار صدرت من حبيب العدلي اللي هو ده، عملوا له قضيه السخره وعاقبوه وشغلوه بقضيته علشان شهادته تبوظ في المحكمه. يعني عايز اقول ان كل التقارير والاشرطه والادله اللي كانت تدين حسني مبارك وتدين رجال دولته في القضايا بتاعت قتل المتظاهرين تم إتلافها وتم إعدامها وتم حجبها عن التحقيقات. لكن في نفس الوقت هذه الأجهزة السيادية، المخابرات الحربية والمخابرات العامة والأمن القومي، حشد كل طاقاته وقدم كل تقاريره وقدم كل ما يستطيع، وزي ما شفنا كده في التسريبات زور في أدلة علشان يربط الحبل حول رقبة الرئيس محمد مرسي. الشباب اللي نزل وعبر عن رأيه في نظام مبارك وزبانيته يمكن مشغول شوية دلوقتي، يمكن في بعض المشاكل العالقة اللي معطلاهم انهم يقدروا ينزلوا. اصل انا يعني اكيد هذه المشاكل هتتصفى. احنا فاكرين ان المعارضين لحكم مرسي كانوا بيقدروا ينزلوا في الميادين، وقعدوا ينزلوا مرة 100 ومرة 500 ومرة 1000 ومرة 5000، ومحدش قدر يمشيهم من التحرير، ومحدش قدر يمشيهم من الاتحادية. احنا بنفكر دايما بهذه الاحداث عشان ما تتنساش، وانه مليونات خايبة كانت بتتعمل ما كانش حد بيطلع فيها، لكن هي كانت تحت رعاية احنا ما كناش فاهمينها طبعا وقتها، انما ما حدش كان بيقدر يتعرض لهم. التجمعات دي ما كانتش لم تكن تفض، ما كانش في قضايا بتتعمل لهم، الى ان حصل اللي حصل في 30/6. انا ارجو ايضا الشيء بالشيء، صحيح الظروف غير الظروف. الراجل اللي بينزل النهارده عشان يعبر عن رأيه سلميا ممكن يتقتل بسهولة، وبينزل برضه الراجل ده انا بتقديري انه ب 10,000 من اللي كانوا بينزلوا في الزيطة وفي الهيصة. انا واثق انه، يعني انا بس حبيت اقول انه التعبير عن الرأي كان مباح في زمن الرئيس مرسي، النهارده مش مسموح لحد يتظاهر. ليه؟ ده سؤال بنطرحه على حزب الكنبة وهو قاعد في البيت. يعني ليه ده كان مباح على الرئيس مرسي وليه مش مباح النهاردة؟ ليه حرية الرأي والتعبير مخنوقة؟ ليه السحرة الفجرة اللي كانوا بيرزلوا على الرئيس مرسي وبيظهروا شجاعة فائقة النظير في توجيه الاتهامات له، النهارده ما بنسمعش صوته؟ ليه؟ ليه؟ رغم كل اللي بيحصل محدش بيسمع صوتهم. خلوني استعرض واقعة وانا بقفل بيها وبتكلم دلوقتي. كل الاعلاميين اللي انتوا عارفينهم دول كانوا فتحوا النار على الرئيس مرسي في واقعة الخطاب اياه البروتوكولي اللي بتاع عزيزي شيمون بيريز، اللي يمكن هو اكتر من توقيع عليه ما شافش ولا عملش ولا كتبش، لكن خلينا اقول فتحوا النار عليه وبهدلوه، بهدلوا رئيس الجمهورية. النهارده الرئيس الحالي قال انا بعمل اللي في سينا بعمله،
علشان أحافظ على أمن إسرائيل، المنطقة العازلة. وكمان قال ممكن أبعت قوات لفلسطين أيضا علشان تحافظ على أمن إسرائيل. مفيش حد اتكلم، مفيش حد ناقش حتى هذا الكلام. راحت فين الشجاعة اللي كانت معاهم في وقت الرئيس مرسي؟ مش عارف. أنا أتمنى إنه يكون الحكم اللي صدر ده بالبراءة كمنشئ كاشف، هو كاشف الحقيقة، عايزين، بس أنا عايزه ينشئ في ذات الوقت إعادة الوعي. فاكرين توفيق الحكيم لما كتب عودة الوعي؟ إحنا محتاجين النهاردة الوعي يعود لحزب الكنبة. أشوفكم في الأسبوع القادم إن كان في العمر بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.